عندي فكرة ديال المشروع وبغيت اللي يعاوني باش نوصل. مرحبا بك عندنا، حنا جمعية تيلتات، عندنا حاضنة رقمية تضامنية سميتها كوبور. حاضنة رقمية؟ كيفاش؟ أجي معايا نشرح لك كيفاش. هي واحد الحاضنة رقمية كتهتم بالمشاريع الجديدة والرائدة، خصوصا بجهة مراكش آسفي. المقر ديالها كاين بمركز تأهيل وإدماج النساء بوضعية صعبة اللي كاين في شيشاوة قرب المستشفى الإقليمي محمد السادس. تخصص ديال هاد الحاضنة تتبع مواكبة المشاريع، ويمكن لك إذا شاركتي معنا في هاد الحاضنة أو تسجلتي معنا أنك تستفدي من مجموعة من التكوينات كأطروهم مجموعة من الخبراء متخصصين في هاد المجال المقاولة فابور والمدة عامين. شكرا، ولكن كيفاش يمكن لي نسجل معكم في هاد الحاضنة الرقمية؟ ما عليك غير تدخلي الصفحة ديالنا على الفيسبوك مركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة شيشاوة، وتعمري الاستمارة الخاصة بالترشيح للحاضنة، وهادشي كامل قبل 10 يوليو 2018. للمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/association-tildes أو اتصلوا بنا على الرقم التالي 0524 25 23 63.